ما رح اخده. سميري، ما رح اقتل ابني. يا حبيبة قلبي، انت بهي الحالة عم تقتلي حالك. معلش، ما بدي اخده. بس سميري، انت هيك عم تضري جسمك. ما بيصير، ما سمعتي شو قال الدكتور؟ يعني وعم تضري حالك كمان، والدكتور قال انه ما عاد فينا نجيب اولاد. ما بدي غير هذا الولد. هذا الدكتور ما بيفهم، انا متأكدة. شو الدكتور مخربط؟ شو لعبة؟ هذا الدكتور ما بيفهم. عم تسمعني جواد؟ ما بيفهم، الولد لساته عايش، انا بعرف اكثر منه. يا سمر، انت جواتك جنين ميت، عم تفهمي علي شو يعني جنين ميت؟ الله يرضى عليك. تعرف يوسف، عن جد نحن مو معقول شو منشبه بعض. تفضلي. شكرا. يعني بالوجع وبالاشياء الحلوه. شكرا. من عمري 9 سنين توفوا اهلي، وبعدين غلبته للمرض وعشت كأنه واحد كان كبير غميق، فائد الأمل وفائد الحب. وإجيت أنت وطلعتني. ألو ألو، عفوا، مين معي؟ أنت اللي كنت عم تبعت لي ملفات القضية؟ طيب مين حضرتك؟ كيف يعني مو مهم؟ طيب ألو ألو ألو، مين هاد؟ قال هذا اللي كان عم يبعت لي ملفات قضية ميرامار، عم يحكي من برايفت نمبر. غريب. أهلين مطر، مينو هاي اللي معك؟ نورهان مرتي. شو يعني مرتك؟ مرتي على سنة الله ورسوله.